السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة لذيذة. زي ما انتوا شايفين كده، كان عندي موز وحطيته في التلاجة، بقى شكله كده. انا بضحك علشان في ناس هتشوف الفيديو ده النهاردة او لما ينزل يعني، ومش عارفة يعملوا فيا ايه. على شكل الموز بس والله هو كويس يعني، مبصش ولا اي حاجة. هي يعني هو الحكاية ايه اللي حصل؟ انا جبته وحطيته في التلاجة في كيس بس، فبقى لونه كده بعد حوالي 3 ساعات بفتح اجيب موز لقيته كده. فالموز طبيعي لما بيتحط في الفريزر او في التلاجة عامة القشرة بتاعته بتسود، فده عادي يعني، شيء طبيعي جدا. المهم انا جالي سؤال، لو عندي موز استوى مني جامد يعني، قعد عندها كام يوم كده واستوى او بقى لونه كده من التلاجة او حاجة، اعمل فيه ايه؟ فالنهاردة هنعمل ان شاء الله اول حاجة معانا حاجة بسيطة جدا ترطب على قلبنا كده في الصيام والحر اللي احنا فيه. اهو الموز زي ما انتم شايفين كده متماسك وحلو جدا. هو بس المشكلة انه عمل كده من التلاجة، وانا كنت حطاه على الرف اللي بيتلج في التلاجة، ف الدنيا ايه بقت تمام. دلوقتي هنجيب شفشق الخلاط، تمام، وهنحط فيه الموز. على فكرة احنا ممكن نعمل بالموز عامة سواء كان شكله كده او مش شكله كده حاجات كتير جدا. زي ايه مثلا؟ زي تحليات بقى وكده وحاجات كده لذيذة. اهو انا جبت الشفشة، هبدأ احط فيه كده الموز. بسم الله. اللي قالت لي الموز بيستوي اهو، اهو مستوي اهو جامد معانا. انتي لو عايزاه يستوي بسرعة وتعملي بيه اي حاجة تانية غير اللي انا هعمله دلوقتي عادي ينفع، تمام. ممكن تحطيه في التلاجة هيستوي منك على طول، او في الفريزر هيبقى بالشكل ده معاكي. هحط بقى الموز اللي معايا كله في الخلاط اهو، ده شكله هو مستوي جدا ومعسل اهو. هحطه بقى كله في الخلاط كده. دلوقتي حطيت الموز كله اهو في الشفشق. معايا كده كوباية لبن اهو زي ما انتم شايفين، كانت في التلاجة فهحطها عليهم كده. بسم الله. لو مقدار الموز معاكي كتير واللبن قليل زوديها بشوية مية زي ما انا هعمل دلوقتي، يعني حاجة بسيطة كده. وهحط عصرة ليمون بس، حاجة بسيطة جدا، تمام. انا قبل كده الموز كنت حطيته في التلاجة قبل كده وعملته تحلية كانت حلوة قوي وعجبت اللي اكل منها. ان شاء الله هنزلها لكم. اهو ليمونه كده، نص ليمونه قصدي، يعني عصره كده علشان اللون بس بتاعه. ممكن تعملي عصير من غير لبن بس انا حابه اعمله باللبن، عندي بيحبوه. وهنحط السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. او التحليه اللي انت عايزاها. لو عندك كريم شانتيه ممكن تحطي معلقه، بيبقى حلو برضو. دلوقتي بقى هضربهم في الخلاط. ودلوقتي انا ضربته كده في الخلاط، شكله لذيذ اهو. هنزل بقى بكريم شانتيه اهو. بسم الله. يعني قد معلقة كده او معلقتين.
بيبقى طعمه حلو قوي على فكرة. وهضربهم تاني في الخلاط. ودلوقتي انا عملت العصير اهو زي ما انتم شايفين، حلو جدا ومركز وقيمته الغذائية عالية جدا. في موز، وفي طبعا موز حلو جدا للأنيميا، وفي لبن، وفي سكر، وحطينا له عصرة ليمون عشان لون الموز ما يغيرش معانا، او العصير لو قاعد عندك في الثلاجة يومين ولا حاجة. وحطينا حوالي معلقتين من كريم شانتيه زي ما انتم شفتوه، وحلو جدا. دلوقتي بقى هنصبه في الكوبايات. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين تقيل ازاي وحلو جدا. شايفين السمك بتاعه. وده كان عصير الموز باللبن والكريم شانتيه بتاعنا. من كام موزه كده ما كانوش هيتاكلوا، كانوا هيترموا لو باظوا لو قعدوا. فبدل ما يبوظوا بقى، احنا عملنا منهم حاجه حلوه جدا اهو، ترطب علينا في الصيف وباقل الامكانيات. وان شاء الله الفتره الجايه هعمل لكم وصفات حلوه جدا من الموز زي ما احنا شفنا كده. اتمنى بقى فيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى تجربوا العصير الحلو ده، مفيد جدا وحاجة كده تترطب على عيالك في الصيف. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. وعايزه اقول لكم على حاجه، الموز لو باظ منك ما تعملهوش، ترميه على طول. انا الموز بيستوي، يعني انا مثلا حطيتيه في الثلاجه واستوى بالشكل ده، اعمليه اشتغلي بيه عادي، كده كده مش هيتاكل وهو مستوي. يتعمل بيه حاجات كتير جدا. دي اول حاجه ان شاء الله هنعملها مع بعض. لكن لو باظ يترمي، عشان ما حدش يجي يقول لي ده الموز بايظ او الموز ده باظ وانا عملته وما كانش طعمه حلو. لا، الموز لو باظ ارميه. تمام، طبعا كلنا ستات بيوت شاطرين وعارفين الموز لما يستوي والموز لما يبوظ. تمام، اتمنى النهارده بقى فيديو النهارده يكون عجبكم، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزه اقول لكم العصير طعمه حلو جدا.